ما شايفين انه نحن كلنا هون وموجودين، وان شاء الله ما بيضل في عدائيه ابدا بين ولا فنان وفنانه. وانا سيرين صديقتي من زمان، وبدي اتمنى لها يعني بدي اتمنى لها انه تعيش احلى حياه بالدنيا هي وفريد، وان شاء الله بتتهنى يا رب. نانسي بتعتقدي انه الزواج الفنان بياثر على نجوميته وعلى معجبينه؟ انا برايي لا، لانه الناس اللي بيحبوا الفنان مزبوط بينبسطوا له بكل شيء بيعمله، يعني بس يشوفوا الفنان مبسوط بالشيء اللي هو عم يعمله والشيء اللي عم بفتش عليه اكيد يعني حينبسطوا له الناس.